لدينا الملك باللون الاصفر في الجهه اليسرى، والوكرة صاحب المركز الرابع حاليا يتواجد في المركز الرابع كما ذكرت، يتواجد في الجهه اليمنى باللون المعتاد الازرق اكثر نادي ولجت شباك الاهداف. هنا لدينا ريكاردو الذي مر بطريقه ممتازه، والخطوره التي الله على ريكاردو، ولكن في النهايه معتصم اليسرى نقلت. الله على ريكاردو، الله يا ريكاردو، يتلاعب ريكاردو لكن ايضا معتصم البسطامي. نعم يتألق في كل الكرات، في كل المحاولات التي يمر من خلالها ريكاردو غوميز، تجاوز كل دفاعات نادي قطر. لكن في كرة عادت راؤول ساندا خاطئة، وصلت الآن إلى عمر صلاح في المساحة. يا سلام، هذه كرة ومحاولة ولكنها لدى معتصم البسطامي. التحرك هذا عمر صلاح ينقل الكرة في الجهة اليسرى، تلعب الآن عالية، الله جيدا، يوصل له الكرات بالطريقة الممتازة من هالمناطق غير على راسه. الله يا وكراوي، يا وكراوي، هنا ريكاردو غوميز يضع الكرة في المرمى، لامست العارضة ولجت الشباك، سجل الوكرة، ترجمة جميلة الخلابة بالنسبة لعبد الكريم، وضعها على رأسي. وهنا لدينا طرد، مع السلامة، مع السلامة يا المهدي علي، انتهت الحكاية. إلى اللقاء. هذا التدخل الثاني، ليش؟ عليك أن تكون أهدى، عليك، إحنا قلنا أنت عندك عند الدقيقة خطيرا جدا بالنسبة لنادي قطر، بالنسبة لنادي قطر. أحمد عبد القادر إن كان في الفوق، الله الله، عيسى أحمد يسجل هدفا فيه من الجنون ما فيه، من مسافة بعيدة جدا للغاية يضع كرة. هو يوم الأهداف الحلوة، هو يوم الأهداف الجميلة، عيسى أحمد بلند بالمسافة بعيدة للغاية، للغاية. ألكسندر شولتز، زين أنت ماسكة في البداية وساحب التيشيرت وتريد ركلة جزاء بعد ذلك، واضح جدا. هذه الكرة لدينا عن طريق أحمد عبد القادر، وصلت لمسة ممتازة، تعبوني تعبوني تعبوني، الله على كرة محمد التعبوني الذي كاد أن يسجل ثاني الأهداف. هو عملية المرور والتمرير والتحرك، كل شيء كان هذه خطيرة الآن، هذه خطيرة الآن، لأن الأخطاء توالت، ولذلك كلما توالت الأخطاء اعلم تماما بأن لديك أمور. إلى محمد التعبوني، عرضية موجودة على القائم الأول، ولكن ألكسندر شولز والخطأ الذي يحتسب لمصلحة نادي الوكرة. الأخير درءا لمشكلة مرتدة مثلا، هنا لدينا كرة خطيرة لكن أضعها بن مالانكو للكرة، وهذه راسية بن أوبا صدت بالعارضة. نعم خطيرة جدا لمصلحة نادي قطر. يمر يوسف مع ألكسندر شولز، يمررها الآن، كرة، الله الله الله، كرة جميلة خطيرة، كاد أن يحولها ريكاردو غوميز لمصلحة نادي قطر عن طريق من؟ ماركينيو، الله الله الله، كرة خطيرة للغاية. هذه لدينا الكرة التي تلعب عالية الآن، خطيرة رأسية تحولت، ولدينا جول، نعم هدف يسجل الآن عن طريق اللاعب سيباستيان سوريا، يسجل ثاني أهداف الملك، يتقدم، نعم يتقدم نادي قطر عن طريق سيباستيان بطريقة غريبة جدا كانت في الزحمة، وسط الزحمة ومن بين الزحمة نادي قطر يسجل لدينا ثاني الأهداف. انظر من خلال هذه الكرة، لم يكن متسللا،
ولعبت الرأسية والكرة اللي صار قال إيه وهنا لدينا الله ريكاردو غوميز يضيع التعادل على الوكرة. ريكاردو غوميز انظر إلى هذه الكرة التي مرت من الكل وصلت إلى ريكاردو غوميز سددها بعيدة. مشاهدين الكرام انتصار للملك، انتصار لقطر يأتي الآن ويرفع رصيده إلى النقطة السابعة، انتصار الثاني في بطولة الدوري. هكذا كانت الأمور.